في الوقت الذي كان يرقد الملك على أرض الملعب مرتديا الأخضر والأبيض، كشف النقاب عن أنه كان أيضا قد أصر على برنامج بين البرازيل والولايات المتحدة لتبادل الخبرات التدريبية عبر مجموعة من الألعاب الرياضية. كان نادي نيويورك كوزموس يستثمر في الأسماء الكبيرة. الألماني فرانس بيكنباور القيصر كان أيضا يلعب مرتديا الأخضر والأبيض. مثل سانتوس شرع نادي نيويورك كوزموس بلعب سلسلة من المباريات الاستعراضية المتميزة، هذه كانت ضد الفريق القاسي فريق لاتزيو الإيطالي. تجاوز نفوذ بيليه قدرته على تسجيل الأهداف. كان واحدا من قلة مختارة من الذين بدأوا برفع مستوى كرة القدم في الولايات المتحدة، لكن معظم اللاعبين الذين كانوا قد انضموا إلى كوزموس في أواخر حياتهم الوظيفية سرعان ما أدركوا أن المعيار لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. كسر انسجام الفريق وانضباطه عندما بدأ البرازيليون يمررون الكرة فقط لبيلي، واللاعبون الأمريكيون الذين كان عددهم قليلا اشتكوا من هيمنة زملائهم الإنجليز في الفريق، وكان اتحاد أمريكا الشمالية يعبث بالقواعد. لم يرغب الأمريكيون في رؤية مباريات تعادل حتى لو كان لا يزال هناك وقت إضافي، فسيقوم لاعب واحد من خط 35 ياردة بدحرجة الكرة نحو الهدف، وذلك في محاولة للتغلب على حارس المرمى. لأول موسمين له في نيويورك كوزموس، مع أنه كان قد جلب الجماهير لحضور المباريات، لم يتمكن بيليه من ترك انطباع كبير في فريقه الجديد. كما ترددت الفرق الأخرى في الدوري الأمريكي الشمالي في اتباع خطى النادي الشرقي بالإنفاق ببذخ على نجوم الماضي. استمرت المشاحنات ضمن الفريق، وكان كما لو أن الكوزموس كان فريقا شكله المحاسبون وليس من قبل مدرب قوي ومتبصر. تضاءل حماس بيليه وبدأ فقط بتنفيذ الضروريات من عقده مع ناديه. بدأ يفقد مستواه وبدا وكأن السنة الأخيرة مع نيويورك ستنتهي بالعار، لكن في منتصف الطريق خلال الموسم أدى تغير مفاجئ للمدرب إلى نتائج سريعة. كانت المباراة ضد لاتزيو نموذجية لمستوى بيليه في الوقت الذي أمضاه مع كوزموس. كان الحضور جيدا وشهد استاد العمالقة بانتظام رؤية حشود من 40,000، لكن النتائج كانت متفاوتة. خسر الفريق أمام لاتزيو 2-3، ولم يحدث الكثير لتحقيق الدعم الطويل الأجل لهذه اللعبة في الولايات المتحدة.